الشقيقة، وإنما يعكس تنامي أهمية تطوير وتعزيز تلك العلاقات الأزلية، سواء في مواجهة تحديات مشتركة في كل من القرن الإفريقي والبحر الأحمر، أو للاستفادة من القدرات المتوفرة لدى دولنا لتعظيم فرص تحقيق التنمية والازدهار لشعوبنا. لقد اجتمعنا اليوم في ضيافة فخامة الرئيس والأخ العزيز إسياس أفورقي للتشاور والاستفادة من تبادل الرؤى إزاء سبل التصدي لمخططات وتحركات تستهدف زعزعة الاستقرار وتفكيك دول المنطقة وتقويض الجهود الدؤوبة لدولنا وشعوبنا الطواقة للسلام والاستقرار والرخاء.